مثيرة وساخنة وغير متوقعة للموسم 63 للدوري الذي انطلق يوم الاثنين. في اليوم الأول فاز البنك الأهلي على بطل السوبر بثلاثية، وحسم فيوتشاردر بالصاعدين بفوزه على فاركو، وقمة الإثارة كانت في ريمونتادا الاتحاد أمام سموحة. أما في اليوم الثاني فقد خطف المقاولون الفوز على الشرقية للدخان، وتعادل الجونة مع سيراميكا بهدف لمثله، واستهل الزمالك حملة الدفاع عن اللقب بفوز مقنع على إنبي بهدفين دون رد. تألق كبير للأجانب، حيث سجل الغيني موسى ديوارا مهاجم البنك الأهلي الهدف الأول هذا الموسم، كما أنقذ البوركيني سعيد سامبوري والأنجولي مابولولو الاتحاد من الخسارة أمام سموحة، ورجح التونسي أيمن الصفاقسي كفة فيوتشر أمام فاركو. في مواجهات الثلاثاء واصل النجوم الأفارقة تألقهم وأضافوا ثنائية أخرى عبر النيجيري جون أوكولي مهاجم المقاولون والتونسي سيف تقي مدافع سيراميكا كليوباترا. البدلاء صنعوا الفارقة في المواجهات الستة، حيث أحرز محمد هلال هدفين للبنك الأهلي في طلائع الجيش، وسجل أيمن الصفاقسي هدف فيوتشر الوحيد أمام فاركو، وسجل ثلاثي الاتحاد كريم الديب وفوز الحناوي ومابولولو ثلاثة أهداف في مرمى سموحة، كما عزز عمر السعيد تقدم الزمالك في مواجهة إنبي. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين اعزائي المستمعين. يا مليون مرحبا باللي وحشني جدا، النجم الكبير كابتن هاني رمزي. مساء الفل يا كابتن هاني. مساء الفل يا كابتن، وحشني. انت اللي وحشني والله. طمني عليك. زي الفل، بقاء لله. الحمد لله، ربنا يخليك. ونعم بالله ونعم بالله. انت عارف انا علاقتي بوالدك ووالدتك كانت رائعه يعني. صحيح. خاصه والدي كمان. والدتي الله يرحمها طبعا كانت بتحبك، ويمكن يعني تعبت الفترة اللي فاتت قوي، وربنا يعني يرحمها يا رب. ربنا يرحم الجميع يا رب. وانت فين يعني؟ بشوفك في التلفزيون وبرامج، لكن انا دايما في دماغي هاني رمزي المدرب. يعني اخر تجربة كانت الشرطة ولا كان في حاجة بعد؟ لا، كان اخر تجربة كانت انبي. انبي بعد إنبي لم يظهر هاني رمزي. يعني بشوف في كل العالم مدربين بينجحوا وبيخفقوا، لكن الدائرة بتفضل شغالة، لكن بلاقي مدربين زي حضرتك، زي كابتن محمد يوسف، زي كابتن عادل عبد الرحمن، زي كابتن محمد حلمي، يعني بستغرب جدا. كابتن العشري مثلا دلوقتي فين يعني؟ طبعا الواحد زي ما انت بتقول يعني. طبعا انا مشرفني ان انا متواجد طبعا في قناه النادي الاهلي، وبعمل في مجال الاعلام زي ما بتقول مؤقتا يعني. نعم. لان انا كاريري والحاجه اللي بحبها هي التدريب. يمكن اخر تجربه طبعا كانت مع منتخب مصر مع اجيري في 2019، ويعني اكيد التجربه مش هقول ما كانتش ناجحه، لا ما كنتش راجل الاول، لكن اتحسبت عليا بشكل او باخر. انت عارف برضو يعني الواحد لغايه دلوقتي منتظر فرصه يعني. انا طبعا بتابع طبعا الدوري، وبتابع كل الماتشات، ودايما على اطلاع يعني على المسائل التكتيكيه. انا بحب الملعب جدا طبعا، ويعني منتظر فرصه يعني تكون كويسه نقدر نرجع تاني بيها الملعب. لسه بتذاكر؟ انت بتحب حاجه كابتن يعني، انت دايما بتحب حاجه، ودايما واحد بيبص وبيذاكر. وانا كده كده كمان عندي كتب يعني، انا دايما ببعت اجيب كتب خاصه من انجلترا. الفتره اللي فاتت في كتب حلوه قوي نزلت في انجلترا، الواحد بيتعلم منها حاجات كتير جدا. غير طبعا انك بتشاهد، غير انك بتحب المجال دوت. عندك بقى اليوتيوب وعندك يعني خاصه انا بعتمد بشكل كبير يمكن على الكتب اللي بجيبها، على كمان الموقع بتاع الاتحاد الالماني، لانه عنده موقع متخصص للمدربين بينزل فيها اخر بقى اخر التطورات في التدريب، ازاي تبني وازاي يعني. انت متاثر بالتجربه الالمانيه بصفتك؟ 12 سنه محترف. من كم سنه 10 في المانيا؟ يعني قعدت 11 سنه في المانيا واربع سنين في سويسرا. 14 سنه يعني. قعدت التوتال 15 سنه، اربعه في سويسرا و11 في المانيا. وفي المانيا بصراحه يعني هو يعني الحمد لله يعني عملت اسم كويس، و استفدت وشفت الناس دي بتشتغل ازاي يعني على مستوى اللعيبه، على مستوى المدربين، على مستوى التنظيم. موضوع مختلف تماما عن اللي بيحصل يعني في مصر بصراحه. كابتن يعني محمد عبد العظيم عظيمه بيعجبني يعني. ايه قاعد في المانيا بيدي محاضرات، شغال محاضر هناك،
يروح شويه عمان، يروح شويه الاردن، يروح شويه لبنان، يجي شويه مصر، لكنه عمل استقرار هناك ومكان هناك. والحقيقه انا حتى الفتره اللي مسك فيها المقص كان عاجبني جدا. يعني ما فكرتش انك تقعد شويه بره، وخاصه ثقافتك واللغه الالمانيه اكيد عندك هايله يعني. يعني انا في المراحل نهايه كاريري كنت ناوي اكمل في المانيا. نعم. يعني كنت ناوي ابدا كاريري التدريبي في المانيا، لان خدت اللايسنس من هناك، لكن رجعت لظروف يعني عائليه شويه وظروف خاصه. وبعد ما رجعت لقيت نفسي اشتغلت في مجال التدريب. يعني رجعت في 2006 اشتغلت على طول مع نادي انبي مع كابتن انور سلامه، وبعدين دخلت منتخب الشباب. وبالتالي يعني العجله دارت في مصر، لكن كان من وقت للتاني كنت بروح المانيا. انت طبعا الواحد قعد سنين كتيره هناك، وكنت بروح لان برضو يعني المانيا بالنسبه لي حاجه بستفيد منها، وليا وكمان اصدقائي موجودين في المانيا يعني بزورهم من وقت للتاني. لكن كاستقرار اعتقد لا، استقريت بشكل كامل في مصر. يعني من اهم تجاربك تجربه منتخب الشباب، وانا فاكر قصه توليك التدريب ساعتها كان رادوليسكو باين، ولا كان اسمه مش فاكر. رادوليسكو كان منتخب اول. لا كان مدرب روماني برضو على ما اظن. لا كان مدرب تشيكي. كان تشيكي سكوب ميروسلاف سكوب. بالظبط. مدرب كويس على فكره جدا، مدرب بس شويه اكاديمي يعني أكتبه. يعني ممكن جدا يكون يعمل محاضره كويسه. ممكن يرتب للمباراه، يحضر المباراه بشكل كويس على على مستوى الكوتشنج شويه في الملعب. يعني ما كانش كان متوسط، لكن هو كان مدرب وانا استفدت منه اكيد. يعني في كل مراحل التدريب استفدت منها بشكل كبير جدا. اللي يمكن بيضايقني شويه ان بعض الناس بتقول ان هاني رمزي فشل في التدريب. انا لو يعني تستاذني بس يعني لو مسكنا محطه بدايه طبعا مع يعني انا بحكم كرجل اول. يعني دايما الرجل الثاني ما بيكونش مش الامور مسؤول الاول، لكن على مستوى بدايتي كرجل اول اشتغلت طبعا في تجربه في وادي دجله. دي من احسن التجارب. دي اللي وصلت فيها نهائي كاس مصر. وصلت فيها نهائي كاس مصر. ويمكن كان قبليها يعني قبل ما اجي كنت في ليرس البلجيكي. دي احسن التجارب. كانت يعني انا كان بالنسبه لي كنت ناوي اقعد كمان هناك. لان كان في بعض العروض جات لي من بره ليرس كمان، لكن كنت عامل عقد مع وادي دجله ان انا في اي وقت يعوزوني اكون متواجد في المكان اللي حطوني فيه. طبعا ليرس البلجيكي كان في موقف صعب جدا. الحمد لله يعني قعدت حوالي 7 شهور والفرقه قعدت في الدوري، كان الموضوع كان صعب جدا، لكن الحمد لله كانت تجربه جيده جدا والناس اتكلمت عليها هناك. يعني رجعت وادي دجله، وصلنا نهائي كاس مصر مع نادي الزمالك، خسرنا النهائي، واشترك وادي دجله لاول مره في تاريخه في افريقيا. التجربه اللي بعد كده كانت مع انبي، وكانت تجربه انا في اعتقادي تجربه جيده جدا. ولظروف خاصه بعيد يعني كمان انا اللي قدمت استقالتي، لاني شفت الظروف خاصه او عدم التفاهم مع احد المسؤولين او مدير الكوره بشكل خاص، ما كنتش قادر اكمل بسبب خلافات داخل الفرقه يعني. فانا اللي قدمت استقالتي، وكنت بقدم كوره حلوه الحمد لله. يعني حتى كنت لعبت النادي الاهلي وعملنا مباراه كبيره جدا. خسرنا فيها 5-3، لكن عملنا مباراه حلوه قدام النادي الاهلي وبنلعب كوره شكلها كويس يعني. وبعدين رحت نادي الاتحاد. كمان تجربه الاتحاد السكندري في اعتقادي ما كانتش تجربه فاشله، لان ما خدتش فرصتي كامله. يعني انا تقريبا في لغايه الاسبوع السابع كنا في المركز السادس، وكان نادي الاتحاد هو كان اقوى خط هجوم. انا بحب دايما الكره الهجوميه. ولكن يعني تاني لبعض يعني الظروف الخاصه، طبعا نادي الاتحاد والانديه الشعبيه ليها ظروف خاصه كده يعني مش عايز اخش فيها، فرحلت عن نادي الاتحاد. التجربه كمان فاكر يا كابتن سمعت لك تجربه الشرطه وقلت لي بلاش، لان الموضوع صعب جدا. فانا شفتها يعني نوع من انواع الخبرات اللي باخدها. كان طبعا نادي الشرطه كان المركز الاخير، كان شبه هبط يعني. بالظبط. لكن كمان اشتغلت يعني ما تحسبش عليك يعني. صحيح. وطبعا جه بعديها طبعا المنتخب طبعا، لكن طبعا اللي طبعا دايما فخور بيه هو المنتخب الاولمبي في الوقت الصعب جدا. انت حققت نفس الحقيقه كابتن شوقي. صحيح يعني، بس احنا ظروفنا كانت اصعب شويه. كان احنا طبعا اتكوننا في 2011، كان في ثوره، ما كانش في دوري، اللعيبه ما كانتش بتلعب. انت عملت بطوله في المغرب هايل. نعم. وهنا بقى الاجيال ظهرت. بالظبط. يعني كان معنا مجموعه شناوي وحجازي صلاح وحجازي ومروان، وكان سعد سمير، يعني مجموعه كبيره من اللعيبه. ف
في مش هقول ان هو تجربه ناجحه قوي، لكن كان تجربه بالنسبه لي كانت بتعلم منها. ويمكن في بعض الفترات لو كنت صبرت مثلا في امبي شويه وما استعجلتش قدمت استقالتي كنت ممكن اكمل بشكل افضل وهكذا يعني. فانا زي ما بقول لك كابتن، طبعا انا بحب الملعب جدا والحمد لله دارس كويس ومتابع كويس، فان شاء الله باذن الله يعني قريب نكون في حاجه كويسه ان شاء الله. عايز اخدك في محطات مهمه كابتن هاني، يعني مثلا في محطه المنتخب الاولمبي كان ساعتها ممنوع ان المنتخب يلعب مع انديه، وفاكر كويس ان حضرتك عملت مباراه مع بازل. صحيح. المباراه دي كانت عشان محمد صلاح. مظبوط. لو انا ذاكرتي غلط او لو معلومتي غلط قول لي، وصلاح ما جاب جونين باين. صحيح. كسبنا بازل الفريق الاول لبازل. وصلاح جاب جونين و100. محمد صلاح جاب جونين. تقريبا ده كان جواز السفر لمحمد صلاح للوصول يعني لتاكيد، وما بازل كان عايزينه بس ده كان تأكيد. التفاوضات كانت بدات مع محمد صلاح فعلا، وكان يعني نادي بازل كان عايز محمد صلاح، واحنا كنا موجودين في بلجيكا، وكلمت يمكن يعني كلمت بعض الناس ان احنا هنعمل مباراه مع بازل السويسري كمباراه تجريبيه. مباراه كانت جيده جدا، ومحمد صلاح زي ما بقول عمل مباراه هايله، واحنا كمان كسبنا، وكانوا الفريق الاول الفريق كامل فريق بازل من الفرق الكويسه يعني في الدوري السويسري، وكسبنا المباراه 2-1، ومحمد ظهر بشكل اكتر من رائع، واطمنت على الفرقه بشكل او باخر. وكانت محطه المنتخب الاولمبي بالنسبه لي محطه فيها تحديات كتيره جدا جدا، على مستوى تكوين الفرقه، على مستوى ان البطوله التصفيات كانت هتتلعب في مصر، لكن طبعا للظروف الامنيه اتنقلت المغرب، راحت المغرب، ان احنا نروح المغرب وعملنا مباريات كبيره جدا جدا وكسبنا. احنا خسرنا مباراه واحده على مصر، خسرنا مباراه الجزائر اسف مباراه المغرب 3-2 وعملنا ماتش حلو قوي. يا ريت تفكرونا بالاجوان دي، يبقى حاجه جميله. وفي المباراه بقى الفاصله امام السنغال، فريق قوي، وكسبنا 2-0. كلهم نجوم السنغال بالظبط. كسبنا 2-0 ووصلنا الاولمبياد يمكن بعد غياب 28. وكان توهج لصلاح في البطوله دي، يعني محمد صلاح ظهر بشكل اكتر من رائع. الشناوي كان على فكره، احمد الشناوي كان ساعتها كنت طاير بيه انا. احمد الشناوي كان عامل بطوله كبيره جدا جدا، وكان في اعلى مستوياته. كنا بنتكلم على مروان، كنا بنتكلم على النني، كنت بتكلم على حجازي، على سعد سمير، بتتكلم على نجوم عمر جابر، كان متالق بشكل كبير جدا. كانت مجموعه هايله بصراحه، ويمكن عملت بيها شغل كويس الحمد لله، لان المجموعه تساعد، لكن على مستوى انك تنظم فرقه في خلال طبعا الثوره وما فيش دوري في 2011 ده كانت الصعوبه شويه، لكن الحمد لله رحنا وادينا بشكل كويس كمان في الاولمبياد. فكانت كمان خطوه الاولمبياد بالنسبه لي كانت خطوه كبيره يعني. في خزائن اسرار كتيره هفتحها معاك النهارده، لكن خليني اسالك عن صلاح. خلاص هنصيد صلاح دلوقتي، خلاص بقى نوع عادي يعني، و500 اب دلوقتي لصلاح، هم الجماعه بتوع المقاولين والجماعه بتوع الاسماصون في طنطا، دول كانوا الاصل يعني، مع مروره على منتخبات كابتن مصطفى يونس، كابتن ضياء السيد، كابتن هاني رمزي، اللي هي المراحل السنيه. لكن بتكلم على مرحله كفاح، لانه الفتره دي برضو كان لسه صلاح لسه ما ظهرش قوي، ما علمش قوي. وانا الحقيقه شفت فيديو النهارده انا اتبسطت قوي بيه، يعني صلاح بيحكي بعد نجوميته يعني، فبقول كنت باخد 20 جنيه من ابويا عشان يتحرك من الغربيه، احنا بنقول مجازا طنطا يعني، لانه كان بيطلع ياخد المواصله الرئيسيه من طنطا عشان يجي المقاولين، فبقول كنت باخد 20 جنيه. مواصلاتي كانت بتبقى 18 جنيه ونص 19 جنيه. فبقول كان بتوفر جنيه. الجنيه ده كنت بجيب بيه طبق كشري. يا دوبك. والله فبقول كنت بحط دقه كتير وبحط شطه كتير عشان اشبع. ده صلاح اللي بيقول، هو متوهج يعني. وبيحكي القصه دي يا كابتن هاني عشان وفي الاخر قال لما يكون عندك امل وهدف حارب عشان توصل. انا عجبتني القصه، انت عارف في ناس ايه احيانا بتعمل مش واخده بالها انه لا ما انا كنت مش عارف ايه، فهو بيفخر بقصه كفاحه. وهل في يعني وانت خدته في بداياته برضو صلاح، كان باين انه عنده هدف عايز يوصل له، كان مختلف شويه في دوافعه. محمد كان في الوقت دوت طبعا مش بامكانياته طبعا دلوقتي بشكل كبير جدا، لكن كنت شايف فيه، او يعني هنتكلم في الاول يعني، محمد مر على مدربين كتير جدا، وكل اكيد مدرب ليه بصمه لصلاح.
لكن بصراحه ما حدش له فضل على صلاح في اللي وصل له. اللي ليه فضل اللي وصل له محمد صلاح هو نفسه محمد صلاح. لان محمد صلاح في الفترات حتى يمكن بنشوف لقطات هو كان لعيب مميز جدا يعني كان لعيب سريع وعنده امكانيات. لو اتكلمنا على امكانيات صلاح كلنا شايفينها هو كمان طور نفسه بشكل كبير جدا. لكن دايما لو انا بتكلم على محمد صلاح بتكلم على الشخصيه، بتكلم على التحديات دي، الجزء اللي يمكن الناس مش شايفاها. كلنا شايفين التطور والسرعه من هو زي ما شايفين في المقاولين. بتحس هو ده محمد صلاح بتاع ليفربول دلوقتي، في هدوء برجليه الشمال، في سرعات، لكن في تطور على مستوى الشخصيه، في تطور على المستوى البدني، في تطور على مستوى الاحترافيه، وفي كمان تحديات مر بيها محمد صلاح كتيره جدا جدا في حياته. يعني الامور مش ببساطه. التحديات ديت كلنا عارفين التحديات اللي مر بيها في مصر، وان يعني كان بيعاني كتير جدا انه بينتقل من بلده للتمرين و لكن التحديات الاصعب في رايي كانت على مستوى الحياه الاحترافيه اللي عاشها محمد صلاح. بدايه من، مش هقول فشله في تشيلسي، لكن بدايه من عدم توفيقه في تشيلسي بوجود مورينيو، انه صمم انه يروح الدوري الايطالي، والتوهج مع فيورنتينا ومع روما، واصراره كمان على العوده للبريمير ليج. مش سهل جدا انك تتحدى هذا، يعني مش سهل خالص انك ترجع تاني للبريمير ليج وترجع عن طريق ليفربول. وكلنا فاكرين كمصريين ان بعض الناس كانت بتقول يا ترى محمد صلاح هيعمل ايه في ليفربول، هيعمل ايه. لكن ما وصل ليه محمد صلاح دلوقتي يا كابتن، ده اعجاز. انا في رايي اعجاز، ودايما برجع ان محمد صلاح اشتغل كتير جدا جدا على نفسه، وده عشان كده وصل له. محمد صلاح اكيد كل، زي ما بقول لك، كل مدرب بيبقى محمد صلاح بياخد جزء او بيكون طبعا جزء مساعد طبعا. لكن الحاجة الكبيرة اللي حققها محمد صلاح هو يعني صاحب، بعد ربنا طبعا وتوفيق ربنا، هو صاحب الفضل في اللي هو وصل له. ومحمد صلاح دايما بقول كمان يا كابتن، نبص لها من زاوية اخرى، انه كمان بيبعت رسالة ان احنا، يعني انا طالع من البلد ديت ما عندنا ناس كتير. وعلشان هنتكلم برضو في جزئية لو تسمح لي، على فضل ازاي نطلع محمد صلاح وازاي نشتغل في الجزئية دي. لكن محمد صلاح طبعا يعني كلنا فخورين بيه بلا شك. يمكن الناس بتكلم على البالندور دلوقتي وعلى الجائزة، ناس كتير بترشحه بشكل مباشر انه يفوز لانه يستحق. لكن الجائزة السنة دي يمكن عن الموسم اللي فات، كل الناس بتتكلم على اكيد محمد صلاح، عدم فوزه مثلا بالتشامبيونز ليج، عدم كمان وصوله او في مستويات ما خدوش الدوري، ممكن يأثر شوية. لكن كلنا فخورين بمحمد صلاح بشكل كبير. يعني عايز اروح لفاصل، وبعد الفاصل هتفتح لي قلبك دايما. هنتكلم لاول مره، بس كلمني بقى اللي ما تقلش، احنا ليه خسرنا وطلعنا بدري في كاس الامم 2019؟ هتحكي اكيد بعد الفاصل. هاني رمزي يحكي. اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين، اعزائي المستمعين. كابتن هاني، الاول مره من فضلك، ما ينفعش ان مصر اللي كانت في نهائي البطوله قبلها وصعوبتها في الجابون، ومصر حامله اللقب 3 مرات من قبل، ومصر متنظم البطوله على الاقل في المربع الذهبي، انها تخرج من دور 16 بهذه السهوله. احنا واخدين 9 بونت صحيح، وجنوب افريقيا ثالث مجموعتها ب3 بونت تخصينا. احكي لي الكواليس الناس ما تعرفهاش. أنا في وجهة نظر الشخصية في حاجات كتيرة جدا أثرت بالسلب على منتخبنا. خلينا نتكلم في الكواليس اللي الناس ما تعرفهاش. كان جزء مهم جدا جدا عملية الاستعداد لهذه البطولة. حضرتك عارف إن البطولة كانت هتلعب في الكاميرون، مظبوط، ويعني قبليها بفترة صغيرة جدا يعني البطولة اتنقلت لمصر. نتكلم على شقين، الشق من ناحيه الجهاز الفني وكنا يعني ايه اهدافه من قبل وبعد البطوله. حلو. الاهداف طبعا، حضرتك اكيد كنت عارف ان اهداف الجهاز الفني كان الوصول لكاس العالم. صح. مرورا بامم افريقيا، والطلب من الجهاز الفني انه يشتغل على الجزئيه دي. انت الهدف الرئيسي بتاع كاس العالم مرورا بكاس الامم، و اعمل فرقه جديده. وحضرتك اكيد فاكر والناس فاكره
انتقادات كتيرة جدا في الفترة الأولى، كنا بنختار اللعيبة الصغيرين في السن، بعض النجوم اللي كان عندهم يمكن فوق ال 30 أو فوق ال 32 سنة ما كانوش موجودين، لأن احنا كنا حاطين خطة مستقبلية إن احنا بنشتغل على كأس العالم، وبالتالي كان الجزء هذا ما تم عليه الاتفاق بين الاتحاد وأجيري انه انت جاي علشان توصل لكاس العالم. طب يا كويس. جماعه بطوله امم افريقيا لا دي في السكه، استفيد منها واعمل، يعني مش مطالب بشكل رسمي انك تفوز بهذه البطوله، لكن طبعا الهدف الاساسي هو الوصول لكاس العالم. اشتغلنا على الجزئيه ديت وعملنا بلان كبير جدا، وتفتكر حتى كنا بناخد بعض محمد محمود مثلا على سبيل المثال كان بيلعب، فؤاد دجله كان لعيب صغير وجي، جبنا مثلا عمار حمدي في وقت من الاوقات كان موجود، يعني كنا بنحاول نجيب اللعيبه الصغيره يعني اللي شايفين ان هو بروميسنج يكونوا موجودين معانا لفترات طويله. بمجرد وصول او بمجرد ان مصر بقت هي اللي هتنظم البطوله الرؤيه اختلفت تماما. نعم. طبعا الراجل قعد مع يعني المسؤولين في اتحاد الكوره وقالوا له البطوله موجوده في مصر والبلان اختلف تماما، واكيد انت مطالب بهذه البطوله. يعني ايه مطالب بهذه البطوله؟ انت عارف برضه عقليه الاجانب يعني في بعض الاحيان ما بتستوعبش، يعني انت راجل جاي بشتغل معاك للونج بلان، تشتغل معانا لهدف معين دلوقتي، لا ده لازم البطوله، طالما البطوله في مصر على الاقل توصل نهائي او تاخد البطوله، طب لو ما خدتش البطوله لا هيبقى في كلام، هيبقى في قلق، هيكون وبالتالي فكرنا كلنا كجهاز فني اختلف تماما. اختلف من ناحيه انك طب يا ترى هنلاعب اللعيبه الصغيره ديت في كاس الامم الموجوده في مصر قدام 70-80 ألف متفرج عندهم الخبرات ديت، طب يا ترى هنجيب اللعيبه الكبار اللي ما جوش قبل كده هنلحق نعمل معاهم ويخش جوه فكر الجهاز الفني ونبدا نشتغل عليهم؟ كانت معادله صعبه جدا في الجزئيه ديت، وبدا اجيري يتوتر شويه. يعني اجيري تفتكر في المباريات الاولى كنا ماشيين بشكل اكتر من رائع وكسبنا تونس بعد يمكن فتره طويله ما كسبناش تونس، كسبناها 3-2 في مصر وكنا عاملين شكل كويس للمنتخب. فطبعا كل الاستراتيجي دي اتغيرت وبدا يبقى فيه توتر شويه، ده جزء كبير من عدم الاستعداد الجيد للمسابقه للبطوله. الجزء الاخر ده بلومنا يعني الجهاز الفني بما فيهم انا، لان كان المفروض احنا نبدا استعداداتنا قبل البطوله بحوالي 14 يوم، اتحاد الكوره لا طب ماتش الزمالك اتاجل، طب اجله شويه يعني الاستعداد، طب 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 لغايه ما بدانا نخش للاستعداد للبطوله متاخر جدا. وكان يمكن كمان لعيبه الزمالك جم بعديها بثلاث اربع ايام، ولعيبه المنتخب او لعيبه المحترفين جم، فانا كنت شايف ان البطوله الافريقيه كان لازم يكون اولا الاستعداد بشكل افضل من كده على مستوى الاستعداد. طيب نيجي على مستوى البطوله نفسها، على مستوى البطوله اكيد ما الفكر اتغير. طب احنا كنا بنلعب 4-3-3 على فكره لغايه امم افريقيا ما جت مصر، وبدانا طيب هنجيب لعيبه كبيره، طب السيستم هنلعب ايه 4-2-3-1 تاني، فبدات تتغير السيستم، تتغير الفكر، فدي طبعا بتعمل هزه شويه في الاداء، الاداء الفني، بتكلم على الاداء الفني. دخلنا البطوله اول ثلاث مباريات بكل امانه ما كناش كويسين، بس كنا بنكسب مزبوط. يعني وما كناش بنأدي بشكل كويس لكن كنا بنكسب، فخدنا 9 نقاط وكانت مباراه جنوب افريقيا. الاستعداد النفسي ما كانش على المستوى المطلوب، يعني دايما انت عارف الكابتن اللعيبه المصريه لازم تبقى مشحونه باكتر من كده، عمليه ان هو البطوله على ارضنا وكده كده احنا ممكن نوصل على الاقل للمربع الذهبي او الدور النهائي او المباراه النهائيه، يعني كنت بحاول بقدر الامكان، لان الجزء النفسي انا اللي بعرف اتكلم مع اللعيبه مظبوط اكتر شويه. فجي كابتن احمد ناجي انا وكابتن احمد ناجي، فكنت عايز اقوم بالدور دوت، بلاقي بعض يعني المشاكل شويه مع الراجل بقى يعني بدا الفتره الاخيره كمان ما كانش مش زي ده، مش اجيري اللي مع بدايته بدا توتر، بدا في عدم ثقه شويه، بدا الراجل اللي يفكر الله هو انا ممكن جدا اخرج او ممكن جدا نمشي بعد لو فعلا ما كسبناش البطوله، فالتوتر ده كان متواجد بشكل او باخر. يعني حاولت اقوم بالدور دوت بشكل كبير جدا، لكن كان في بعض لا ما تقعدش مع اللعيبه لوحدك او ما تتكلمش او عايز اعمل اجير يعني خلينا ماشيين بالسكه اللي احنا ماشيين فيها. في وقت من الاوقات حتى كلمت ايهاب لهيطه وقلت له لا انا لازم اقعد مع اللعيبه، لان اللعيبه لازم تتشحن شويه. نعم اللعيبه
كلهم لعيبة كبار، كلهم لعيبة دولية، لكن في وقت من الأوقات كان لازم يبقى فيه شدة. يعني احنا كنا واخدين الأمور طبيعي، وخاصة البطولة، انت عارف بطولة أفريقيا كابتن بطولة، لو انت مش شادد شدة جامدة في المعسكر ما صحيح. بتكلمش على الالتزام، الالتزام داخل المعسكر كان هايل، لكن على مستوى الاستعداد للمباراة ما كنتش حاسس ان في اللعيبة خايفة من المباراة. اصل موضوع الخوف وانك تعمل حساب المنافس ده مهم جدا. بنكسب اتنين والحمد لله، الدنيا ماشيه الدنيا ماشيه الدنيا ماشيه، وبالتالي ما كانش فيه، انا كنت شايف ما كانش فيه الاستعداد النفسي والشده بتاعه البطوله، شده البطوله اللي احنا متعودين عليه، وبالتالي ده اثر كتير كمان بجانب بعض المشاكل اللي حصلت داخل المعسكر. يعني مشاكل كتيره جدا، ومشاكل على مستوى، طالما دخلت على مستوى السوشيال ميديا وعلى مستوى المشاكل في السوشيال ميديا، المشاكل بتكتر. فبدا بيبقى في بعض القرارات واحنا في المعسكر هنعملها ازاي، طب هنشتغل عليها ازاي، كل دوت ما ينفعش في فرقه بتبص على بطوله. ده ما ينفعش مع فرقه بحجم منتخب مصر بتلعب في مصر وعندهم تحديات كتيره جدا، بتتكلم على منتخبات قويه جدا، بتتكلم على الكاميرون، بتتكلم على الجزائر، وبتتكلم على السنغال. فطبعا كانت مباراه جنوب افريقيا كانت صدمه طبعا لينا كلنا. يعني احنا ما كناش بنأدي بشكل كويس في دور المجموعات الاول، لكن قلنا طبعا بدايه النوك اوت كان يبقى المفروض الاداء احسن من كده. لكن هي ده اللي بقول لك، دايما الاستعداد بيكون مهم جدا جدا، لانك مش في يوم وليله هتبدا تفوق او تبدا تقول الله ده احنا عندنا بطوله كبيره. لا، الكلام دوت كان اتاخرنا فيه فعلا كتير قوي، ومش مش هلوم على اللعيبه كتير، لان في وقت من الاوقات كمان كان اللعيبه لازم تساعدنا شويه. يعني هي لازم نتكلم في النقطه ديت، اللعيبه كان لازم تساعدنا في الجزئيه دي شويه، لكن الخطا الكبير كان عندنا كجهاز فني، ان احنا ما ضربناش كده على الترابيزه بايد من حديد. لا، احنا لازم نعمل معسكراتنا قبل البطوله باسبوعين، لازم نعمل ماتشين وديين بشكل اساسي، ولازم ولازم ولازم. كان في تساهل شويه ان اتحاد الكره بيطلب طلبات واحنا بنقول طب ماشي طب ماشي طب ماشي. فطبعا دوت اثر بالسلب على منتخب مصر، بجانب المشاكل اللي الناس كلها عارفاها داخل المعسكر. يعني لا، خليني اسالك سؤال مهم ونتكلم بصراحه شويه. يعني اكيد انا فات اكتر من سنتين دلوقتي، مش كده؟ رفض اللعيبه قرار استبعاد عمرو وردة، شايف ان ده كانت يعني القشة التي قسمت ظهر البعير، انه اتحاد الكورة ياخد قرار. انا كنت نائب رئيس الاتحاد في الوقت ده، انا جيت متأخر بعد ما كان جه اجيري، وتشكر الجهاز اللي في حضرتك والناس كلها، بس قعدت مع اجيري مرة عند المهندس هنا بريدة في البيت يعني، وراجل كان يبدو لطيف الحقيقة، وانا كنت معجب بيه على فكرة الاول، عشان برضو ما بقاش كذاب يعني. انا عندنا جروب على الاتحاد، صحيت من النوم لقيت قرار مهندس هنا بريدة، تم استبعاد عمرو وردة، عمرو مش موجود، هنكمل باللعيبة، تم الاتفاق مع المدرب. ثم فوجئت بعد كده في الجرايد، مش على الموقع بقى، انه عمرو وردة رجع، وما علمت وتأكدت منه انه اللعيبة رفضت تماما مبدأ استبعاد عمرو وردة. هل ده كان ليه دور يا كابتن هنا؟ مفيش شك يا كابتن، مفيش شك كان ليه دور، ودور يمكن زي ما بقول لحضرتك ما ينفعش في وسط بطوله كبيره زي ديت وانت خلاص رايح تلعب مباراه يكون في قرار بهذا المنهج. انا في وجهه نظري الشخصيه كان في خطا واضح جدا جدا، او كان في المفروض التعامل مع هذا الموقف بحسم شديد. نعم، لو انت كاتحاد كوره هتطلع قرار بخروج عمرو وردة او استبعاد عمرو وردة من المعسكر، ده قرار نهائي، ولا مدير المنتخب ولا المدير الفني يتكلم فيه ولا اللعيبه تتكلم فيه. سؤال، القرار كان قراركم كجهاز ولا كان قرار اتحاد كوره انه يقعد؟ لا، انه يرحل. القرار كان ان من اتحاد الكوره، من اتحاد الكوره، لان الراجل كان متعاطف لحد ما، قال لك المشاكل دي بره وقبل كده مش عايزين، لازم نقفل على نفسنا. نعم. ومش عايزين يعني نظلم الولد في مشاكل حصلت قبل كده، فالقرار جه من اتحاد الكوره. الخطا الاكبر ان تم تغيير القرار. سؤال، لما جه قرار اتحاد الكوره باستبعاده، الراجل وافق على هذا القرار؟ وافق. تمام، الراجل قال اوكي قرار. نعم. اتحاد الكوره وافق، وبلغنا اللعيبه، وفي الوقت دوت بدأ اللعيبة تتكلم مع بعض بمنطق ان هو الكلام ده حصل من فترة. نعم. وان طيب ما ممكن اي حد على السوشيال ميديا يطلع اي حاجة مثلا على فلان ولا فلان من اللعيبة. نعم. مش عايزين يبقى رد الفعل كده، وبالتالي كان في
جزء او جزء كبير او في مجموعه اتكلمت باسم الفريق او باسم بقيه اللعيبه ان هو لا احنا بنقول لو امكن ان عمرو يتواجد معانا لبعض البطوله وبعد البطوله ممكن نعمل قرارات مختلفه يعني. وجهه نظري ان في الوقت دوت زي ما بقول لحضرتك كابتن ان لو اتحاد الكوره خد قرار باستبعاد عمرو ورده ده قرار ما فيهوش مناقشه يعني ما فيش الاوبشن للعيب او مدير فني او اي حد يتكلم فيه طالما انت خدت كاتحاد كوره قرار وتتحمل عقوبات اذا كانت بالايجاب او بالسلب. لكن انا اللي شايف العمل ضجه اكبر هو العوده في القرار وان اللعيبه بدات تتكلم شويه طب لا اديله فرصه طب وبدا عمرو ورده اصل موجود طب مش هيلعب الماتش اللي بعديه دخلت في سكه مستحيل بالمنظر ده تقدر تكسب بطوله. كيف تم التراجع؟ كان طبعا جم الباشمهندس هاني ابو ريده وكان بعض اعضاء مجلس الاداره موجودين في الـ في الـ في الفندق وكانت اللعيبه اجتمعت واتكلموا مع اجيري وانا كنت موجود واجيري زي ما بقول لك هو ما كانش عنده مشكله ان عمرو يكمل لان قال دي مشكله قبل كده ما مش هبص عليها يعني. وبالتالي قال للعيبه انا كمان موافق على الموضوع دوت لما يجي المهندس هاني ابو ريده هقعد معاه وابلغه ان احنا عايزين كذا بس هو ليه الراي والاخير يعني. فكان موجود ومهندس هاني ابو ريده قعد وقال خلاص ماشي يبقى عمرو يرجع تاني وبس هيبقى مش هيلعب المباراه طبعا لان المباراه كان بعديها تقريبا بيوم او بيومين مباراه اوغندا تقريبا فما كانش طبعا ينفع لان طبعا ردود افعال حتى الجماهير اللي في الملعب مش هتبقى كويسه وبتاع فعمرو يكون موجود في المعسكر ولكن مش هيخرج من المعسكر. معلوماتي المؤكده ان المهندس هاب ليطه مدير المنتخب كان يرفض رفضا تاما بقاء عمرو ورده. يعني انا ما اتكلمتش معاها في المنطقه دي لكن اللي كنت اعرفه ان يعني واعترض كثيرا على المهندس هاني ابو ريده والافاضل ان لم تخن الذاكره كان احمد مجاهد وكان كرم كردي مع حفظ الالقاب ومجدي عبد الغني كابتن مجدي بقى بالظبط بالظبط يعني الواحد طبعا في الوقت ده زي ما بقول لك كابتن انا قلت وجهه نظري بصراحه طالما ده قرار يبقى لا عوده في هذا القرار. انا طبعا كلنا بنحب عمرو لعيب كويس وكل حاجه بعيداً لكن خلص بعيدا عن بالظبط هو قرار وانا كنت مع القرار دوت بجزء كبير جدا لان لو قرار طلع من اتحاد الكوره انا شايف انه الرجوع فيه تاني هيبقى بالعكس هيبقى رد فعل أسوأ من القرار نفسه يعني رد الفعل وكان فعلا وده اللي حصل ان الناس بدات ازاي تاخد قرار وترجع فيه وكانت ليه عوامل سلبيه كتيره جدا يعني كان ليه ردود افعال سلبيه جدا حتى لما عمرو بعد كده بدا يلعب كان الامور كلها كانت صعبه جدا جدا. فانا في اعتقادي الشخصي ان ما تعاملناش مع هذا الملف او هذه القضيه واحنا داخل معسكر المنتخب في بطوله كبيره زي ديت بنوع من الحسم كاتحاد كوره وكمان على مستوى الجهاز الفني واللعيبه كان لازم كمان يبقى في نوع من انواع الصرامه شويه في هذا القرار. هذا اللعيب حتى لو ما كانش اخطا في تواجده هنا طالما انت طلعت قرار يبقى خلاص القرار ده هذا القرار ينفذ لنهايه البطوله وايا كانت بقى تداعيات هذا القرار ممكن يكون ايه لكن انك تاخد قرار وترجع فيه تاني ده اعتقد كان موقف صعب. مين اللي ظلم التاني؟ اتحاد الكوره ظلم الجهاز ولا الجهاز ظلم الاتحاد ولا عمرو ورده اللي كان ظالم ولا مظلوم فيها؟ يعني هطلع عمرو من القصه شويه لان طبعا ده لعيب يعني مش عايز اتكلم على عمرو ورده هتكلم على الجهاز الفني واتحاد الكوره. اعتقد الجهاز الفني اتظلم لحد كبير في اجيري يعني لو كمل كان ممكن يعمل حاجه كويسه للكره المصريه. انا في اعتقادي كنا هنعمل وهو كان هيعمل حاجه لان احنا البلان الاولاني وكان على زي ما بقول لحضرتك ان احنا نعمل فرقه وكنا ماشيين بشكل كويس قوي وده اللي بتكلم عليه ان هو في نوع من انواع التوتر حصل في نوع من انواع الخضه بالنسبه للراجل اللي انا متفق معاكم هقعد معاكم 3 سنين او 4 سنين عشان نعمل حاجه وما ينفعش عشان خلي بالك احنا على مستوى النتائج وعلى مستوى المباريات احنا يعني كل المباريات قبل البطوله كانت الدنيا ماشيه كويس لا كسبنا كل المباريات الا مباراه جنوب افريقيا. طيب في كلمه في كل واحد عشان لازم اطلع فاصل. كوبر اجيري كيروش كلهم مدربين كويسين في اعتقادي الشخصي ان كوبر في كلمه محظوظ موفق جيد محترف قوي كده بس لا جاي. انا في اعتقادي مدرب جيد أجيري مش محظوظ كيروش متفائلين بيه ان شاء الله مجتهد
متفائل بيه. متفائل بيه. نروح لفاصل ونرجع تاني. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين اعزائي المستمعين، بجدد الترحيب بضيف العزيز كابتن هاني رمزي. شفت بدايه الدوري ازاي؟ هايله. على مستوى، طبعا على مستوى المباريات اللي شفناها اعتقد بدايه قويه جدا، على مستوى الاداء اللي احنا شفناه. هقول لك من كل الفرق يمكن اللي كان شويه بعيد عن المتوقع كان فريق طلائع الجيش شويه، لان طلائع الجيش ناهي الدوري وعامل مباريات كويسه جدا، سوبر، لكن واخد السوبر كمان، فيمكن اداؤه مش كويس، بجانب كمان الاقل فنيا كانت كمان فريق المقاولين العرب يعني. لكن غير كده طبعا رغم فوزه يعني، ولسه برضو المقاولين من السنه اللي فاتت ما مش بيأدي بالطريقه اللي متعودين عليها خلال السنه اللي قبليها يعني. فالاداء لسه على المستوى، لكن بالنسبه له كان مهم جدا مقاولين انه يكسب هذه المباراه كبدايه للدوري. لكن على مستوى التهديف، انت عدد من الاهداف كتير جدا جدا، 17 هدف، ولسه ما كملناش الدور الاولاني، فده عدد كبير، ما كملناش الجوله الاولى وبالتالي مباريات. لا المباريات مفتوحه يعني، المباريات بشكل كبير مفتوحه، بنتكلم فني في عناصر جديده، ويمكن كل اهداف الجوله الاولى يا كابتن دي طبعا ده طبعا المباراه الاولى كانت طبعا طلائع الجيش والبنك الاهلي. زي ما بقول لك طلائع الجيش كان عنده شويه مشاكل كبيره شويه في عمليه الدفاع على مستوى المدافعين، على مستوى خط النص. البنك الاهلي كان عنده تنظيم جيد في المباراه، وقدر من الهجمات اللي جات له انه يقدر يترجم الاجوان دي او الاهداف الفرص دي لاهداف. ويمكن زي ما بقول يمكن بدايه جيده جدا للدوري. طبعا هلال طبعا كان قادم من وادي دجله، لعيب مميز، يمكن نزل في الدقيقه 10 دقائق واحرز هدفين، لعيب طبعا مميز. الجنده 15 باص، الجنده فعلا زي ما بقول 15 نقل ممكن اجيبها لك من اول. فطبعا كان مباراه قويه جدا. طبعا المباراه اللي طبعا كمان احنا بنشوف على مستوى المفاجآت وعلى مستوى طبعا سموحه اللي يمكن قدم شوط اول رائع امام الاتحاد السكندري اللي كان بعيد تماما عن مستواه، وقدر يوصل في وقت من الاوقات انه يتقدم 3-0 وبعدين 3-1 4-1. ولكن طبعا بنتكلم كمان على الكامباك الكبير اللي عمله كابتن حسام حسن والعوده للمباراه بشكل اكتر من رائع. جون حلو قوي محمد شكري، جميل طبعا. جون حلو بالرغم انها راح شويه ضعيفه شويه، بس يعني بس صعبه والله، صعبه في حته في حته صعبه شويه، صعبه قوي. فاهداف كانت حلوه كمان قوي يعني في الجوله ديت يا كابتن، حتى لسه ما كملتش، في اهداف حلوه يعني، في اهداف ملعوبه، في كرات ثابته بتتلعب، في كرات عرضيه، في جمل بتتلعب بشكل كويس. فالمباراه اللي قدامنا مباراه اعتقد مباراه الاجمل في الجوله الاولى لغايه دلوقتي، عشان الكامباك اللي عمله نادي الاتحاد. بقول لك نادي سموحه 3-0 وبعدين بيرجع الاتحاد 3-1 وبعدين بيتقدم 4-1 سموحه ويرجع مره تانية. فكل دوت في اعتقادي الشخصي بدايه قويه، لان دايما بدايه الدوري ما بتكونش الاهداف فيها كتير يعني، بعض المدربين بيكونوا متحفظين شويه، بعض اللعيبه ما بتكونش دخلت طبعا في التوب فورم على مستوى اللياقه البدنيه. لكن شفنا اداء جيد، شفنا اهداف كتيره، والاحصائيه كمان اللي حضرتك قلتها في الانترو ده مهم جدا، ان اللعيبه الاجانب بقى ليهم دور كبير كمان يعني.
عدد كبير من اللعيبة الأجانب أو المحترفين بيحققوا أهداف مع فرقهم بشكل كبير جدا، أكتر من نص الأهداف اللي دخلت في الجولة ديت لغاية دلوقتي معظمها من المحترفين، سبع أهداف 41% بالظبط. فطبعا كل دي علامات إيجابية، يعني علامات إيجابية بالنسبة للمباراة. فيوتشر طبعا وفاركو جملة حلوة أوي، أحمد رفعت وعمر كمال وبعدين أيمن الصفاقسي، البدلاء كان لهم دور مهم يعني. بالظبط، يعني انا بتكلم كمان على فرقتين صاعدين من تحت، لكن تحس ان هم عندهم خبرات، لان طبعا النجوم الموجوده عندها خبرات الدوري المصري. اقل المباريات فنيا انا في اعتقادي كانت مباراه المقاولين، لكن قدر المقاولين يحسمها في الشوط الاولاني يعني بهدف يمكن من خطا دفاعي وخطا شويه في حراسه المرمى، لكن قدر المقاولين يحافظ على التقدم دوت. مباراة سيراميكا وكمان والجونة كانت مباراة جيدة خاصة على مستوى سيراميكا. عايز ارجع بس معاك في الفاولات، لانه كابتن عظيمة بعت لي واحنا في الفاصل، انا كنت معترض على انه يبقى فيه اتنين في الحيطة، فهو بعد بيقول لي ممكن يبقى يعني واحد، وضرب مثال بكرة بهدف الجونة، قال لي لانها ممكن تتباصى فبالتالي لازم يبقى فيه حيطة. انا بقول انه الحيطة هنا ملهاش لازمة، يعني انا بقول ان انت لما هتشوف كره بس شريف ده نرجع الفاول، لان انا في بعض الاحيان دلوقتي في مدربين ما بيقفوش حيطه في بوزيشن معين من الملعب. انا بقول كحارس مرمى انه انا هنا بخسر اتنين ما لهمش لازمه، لانه يعني هتتشط هتبقى سهله بالنسبه لي من على الجنب قوي ما فيهاش مشكله، هتترفع بقى عندي واحد زياده. عظيمة بيقول لي لا، لازم على الاقل يكون في واحد موجود. ما هو لو اتنين في الحيطه، لو انا بتكلم بمنطق اتنين في الحيطه، يبقى الفرقه اللي هتلعب الفاول لازم يكون في اتنين. بالظبط، يعني لو نشوفها كده هو في واحد جنب. طبعا يبقى ده خلي في واحد في الحيطه. بالظبط، على مطلوب يبقى في واحد عشان لو اتبسط. لكن طبعا كمان الكرات الثابته يعني سلاح طبعا بيستخدمه بعض الفرق، والكره يمكن المدافع بيخرجها وحط دماغه يعني برده جون، مش هو اللي يعني مش المهاجم اللي حاطط كره بدماغه، ده المدافع. المدافع بيرجع بظهر بس هو كمل وراه. كمل معاك. ف برضه سيراميكا يمكن كان اداؤه افضل كتير جدا في الشوط الاولاني. الشوط الثاني كان الجونه قدر يرجع تاني للمباراه وقدر قدر يتعادل. بس هنا بقى نشوفها هنا واحد هنا واحد بس هنا واحد بس. بالظبط. انا ده ملوش لازم لان عمرها ما تخبط فيه يعني، هو ده مجرد وجهه نظر. هو في طبعا انا في اعتقادي خلاص يعني موضوع ان المسافه ديت وتحط حيطه ما اعتقدش انها يمكن تكسب، مش هتشط من هنا. بالظبط، تكسب لعيب جوه في ال 18 افضل يعني. لكن كان هدف رجوع طبعا الجونه للمباراه، واعتقاد الشخص كانت مباراه يعني التعادل العادل في هذه المباراه يعني. طب لو سالتك مين افضل لاعب اجنبي حتى الان، وممكن تختار اكتر من واحد، اديني اوبشن. يلا، عندك ايمن الصفاقسي، عندك اوكيلي بتاع المقاولين عرب، عندك كلابة بتاع سموها، عندك بن شرقي. كلابة بتاع سموها لعيب كويس، وفيوتشر. ايمن الصفاقسي، ايمن برضو لعيب كويس، لعيب مميز، باين من حركته ان هو يعني قريب من الجون، هداف يعني. شكله لعيب كويس طبعا، لسه مش هنحكم عليهم دلوقتي يعني. لسه لو سالتك الحارس اللي لفت نظرك. انا دايما لفت نظري جاد، محمود جاد بالرغم من طبعا هزيمه 2-0 من الزمالك، لكن انا في اعتقادي ضربه جزاء لسه انا والجول الثاني يعني انا في اعتقادي يعني من حراس المرمى اللي انا شايف ان هم بروميسنج يعني. حارس مرمى لسه صغير، وكان في المنتخب الاولمبي، مش هنقول صغير يعني 23 سنه، لكن من الحراس الجيدين يعني. مين المدرب اللي علم؟ انا شايف ان العالم علي ماهر. طيب هروح لفاصل، بعد الفاصل هكلمك عن مباراه الاهلي والاسماعيلي وبيراميدز ومصر المقاصه. وقبل الفاصل يعني عشان تجهز الاجابه، ليه جماهير الاهلي بعد ما كانت طايره بموسيماني عندها حاله من القلق شويه عكس جماهير الزمالك؟ حتى لو الزمالك مش كويس، لكن تحس ان هم يعني مطمنين لباتريس كارترون. نسمع الاجابات من الكابتن هاني بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين، اعزائي المستمعين. اسماعيلي واهلي، بدايه دوري ساخنه من وجهه نظرك ولا ظروف الاسماعيلي صعبه؟ عندي نداءات من اعضاء من الجمعيه العموميه من جماهير الاسماعيلي بيقولوا في ناس قدام في الجمعيه العموميه اسمائهم مش نازله، وناس جداد اسمائهم نازله، الله اعلم. وبالمناسبه كمان نادي واحد سيوه
بيشتكوا بيقولوا مباراتهم هتتنقل بره، يعني برجو للامن الحياه اشوف لهم حل. الناس يعني هيلعبوا على بعد 300 كيلو، فيعني ما صدقوا انه النادي موجود في الدرجه الثالثه، بياملوا وبيحلموا انه يعني يتبص لهم، وانا واثق في ده. كمان كتير جدا بعتوا لي بيقولوا ما ينفعش يا كابتن الدوري الممتاز التغيير يبقى 5 والدرجات الثانيه يبقى 3، وكلامهم منطقي. نروح على الاسماعيلي والاهلي، اتفضل. يعني قبل الاسماعيلي والاهلي كنت موسيماني، مفيش شك طبعا ان اكيد موسيماني حقق بطولات كتيره جدا مع النادي الاهلي في ظروف صعبه. صحيح، خلينا نتكلم برضو من الاجزاء الايجابيه ان جه في ظروف صعبه جدا وكان عند حسن الظن على مستوى البطولات، انك تكسب 2 تشامبيونز ليج وتاخد يعني تكمل بطوله دوري وتاخد كاس، ويعني بطولات كتيره حققها موسيماني خلال الفتره الصغيره. لما كان معايا كان مخضوض، قال لي انا فجاه بقيت وحش. قلت له الجمهور غالي ما يقدرش يخسر مباراه. دي نقطه. خليني اتكلم من الجزئيه الثانيه، ان من حق جماهير النادي الاهلي، انت عارف جماهير النادي الاهلي لما بتخسر بطوله اكيد بتزعل، ايا كان لو كنت حتى كسبان 10 بطولات وخسرت بطوله الدوري اكيد اثرت بالسلب شويه على يعني على ثقه الناس بموسيماني. الجزء الثاني كمان اداء النادي الاهلي في الفتره الاخيره، خلينا نتكلم كل امانه، مش هو الاداء المنتظر، يعني برضو الجزئيه دي مهمه جدا، ودايما جماهير الاهلي حساسه في الجزئيه دي قوي. خسرنا بطوله الدوري، خسرنا بطوله السوبر المصري امام طلع الجيش، فبدا شويه قلق، الاداء لسه مش زي ما احنا متوقعين. بتكلم بصوت الجماهير، دي جزئية أنا متفهمة، لكن الجزئية الأكبر اعتقادي أن إدارة النادي الأهلي كعادة النادي الأهلي بتبقى بعيد شوية أو ما بتاخدش السوشيال ميديا. يعني خلينا نتكلم كل أمانة، هي بتشتغل باحترافية كبيرة جدا. السوشيال ميديا ممكن ما تأثرش على القرار بشكل أو بآخر، لأن القرارات اللي بتخرج من مجلس إدارة النادي الأهلي تبقى قرارات مدروسة في مواعيد معينة وبيبقى فيها دراسة كبيرة جدا جدا. مش النادي الأهلي مش من الأندية مش من الانديه ان السوشيال ميديا والجماهير تغضب على مدرب وبالتالي يطلع قرار باقاله المدرب، ده مش سياسه النادي الاهلي. لكن بدايه الدوري لازم تكون بدايه قويه، مفيش شك. الفتره اللي جايه اكيد فتره مهمه، مش هقول لموسيماني لكن للعيبه كمان النادي الاهلي. النادي الاهلي مطالب بشكل كبير ان هو يكسب على كل البطولات، طبيعي جدا، لكن بدايه الدوري امام كمان نادي الاسماعيلي اعتقد بدايه قويه، و ان شاء الله نحقق نتيجه كويسه ان شاء الله. باتريس كارتيرون ثقه جماهير الزمالك فيه مفيش شك، لان طبعا كسبان بطوله الدوري، وشايف ان كمان لازم نقول ان اداء فريق نادي الزمالك اداء محترم في الفتره الاخيره، بيأدي بشكل اكتر من رائع على مستوى الاداء الجماعي، على مستوى الاداء الفردي بيقدم مباريات كويسه، واخد بطوله الدوري، واخد ثقه، وبجانب الاداء والنتائج الجيده، وبالتالي ثقه الجماهير بقت كبيره في طبعا في كارترون نتيجه كسب بطوله، نتيجه الاداء، وبالتالي وكمان بكل امانه لعيبه يعني فريق نادي الزمالك عنده فرقه محترمه، لعيبه على مستوى عالي جدا، عنده دكه محترمه، عنده لعيبه تقدر تصنع الفارق، وكل دوت في صالح الكره المصريه مفيش شك. لما نتكلم النادي الاهلي عنده فرقه كبيره، نادي الزمالك عنده فرقه كبيره، دلوقتي موجود الاتحاد، حتى الانديه اللي طالعه فيها فرقه فيها لعيبه على مستوى عالي، فكل ده في صالح اكيد الدوري المصري اللي احنا شايفينه بشكل جيد. وخليني اتكلم على جزئيه طبعا الدوري، واتكلمنا عن الصوره الجيده والكاميرات وكل ده هايل، لكن كمان ناقصنا شويه حاجات كده بتعمل يعني بتعمل موتيفيشن للعيبه. رجل مباراه هتعمل، يعني رجل مباراه أفهمي. التشكيله تشكيله الاسبوع لازم تطلع احسن لاعب في الشهر، خلينا نتكلم عايز يعني اللعيبه تبدا تحس انها ليه لا يبقى لعيب الشهر على مستوى رجل مباراه، بس عايزين يجيبوا سبونسر بحيث انها حلو يبقى واخد كده يعني يعني تشكيله الاسبوع لازم تنزل من رابطه الانديه مهم. رابطه الانديه عليها شغل وبدايه اكتر من رائعه بصراحه. صحيح. لبدايه الدوري، لكن لسه في كمان في بعض الحاجات اللي لازم تتعمل بشكل مباراه الاهلي النهارده 4K هايل زي مباراه مصر كده واللي هايل 4K ان شاء الله، فده طبعا لان ظروف الاستاد تسمح، عشان بس هقول لك طب مباراه انبي والزمالك لانه ظروف استاد برج ده طبعا تسمح. اصل التصوير كمان يتوقف على مدى امكانيات الاستادات الموجوده يعني. وبالتالي لا طبعا شيء اكتر من رائع، بدايه كويسه قوي، واعتقاد الشخص الفتره اللي جايه هيكون في كمان تطور في الدوري المصري بشكل كبير جدا، وده مهم جدا لرابطه الانديه المحترفه، واللي ان شاء الله نتمنى لها يعني التوفيق.
على مستوى مباراه المقصه ولا هكمل الاهلي بيراميدز والمقصه؟ بيراميدز والمقصه في اعتقادي مباراه مش هقول محسومه، لكن الجزء الاكبر ليه طبعا بيراميدز. بيراميدز فرقه كبيره، المقصه من السنه اللي فاتت بتمر ببعض المشاكل شويه، فالامور بالنسبه لهم صعبه، لكن يعني بيراميدز كمان رجليه في الملعب، عنده البطولات الكونفدراليه شغال فيها بشكل كويس، لعيبه عندها امكانيات كبيره جدا. فريق المقصه زي ما بقول لك من السنه اللي فاتت، وكمان باعوا لعيبه كتيره مع مدير فني جديد، الامور هتبقى صعبه. بيراميدز ممكن ياخد الدوري؟ صعب. فيوتشر ممكن يكون حصان اسود في الدوري؟ وارد. روح لفصل وارجع لك بالاسئله السريعه. تمام، يلا بينا. فقره الختام اعزائي المشاهدين اعزائي المستمعين مع كابتن هاني رمزي، هذا اللاعب هو الافضل في انطلاقه الدوري حتى الان. هتقعد تفكر كتير. افكر كتير يعني، في لعيبه كويسه يعني ظهرت. طيب اديني برضو مساعده، قول لي اسمين ثلاثه اختار لك منهم. في ناس بتتكلم. طب يلا، انت شكلك اهو لقيت الاجابه. لا فكرني، انا ما شفتش يعني، اصلي انطلاقه الدوري زي ما بقول لك لسه الوقت لسه شويه انك تقول احسن لعيب. طيب يعني بلاش. بقول له عصام عبد الفتاح هات حكم اجنبي لمباراه الزمالك والاهلي احسن، ولا تمسك بالحكم المصري؟ تمسك بالحكم المصري أكيد. المدافع ده هو الافضل والاكثر موهبه في الفتره الحاليه في الجيل الحالي. انا اختار اثنين، الونش وايمن اشرف. طب وحجازي مش في دماغك؟ لا حجازي. بتتكلم على الدوري المصري. بتكلم على الدوري المصري، لكن عامه حجازي طبعا. احمد حجازي طبعا. لو انا كنت مدرب منتخب مصر كنت اتمنيت مواجهه هذا المنتخب في ملحق تصفيات كاس العالم. هقول لك المرشحين: المغرب، تونس، الجزائر، السنغال، نيجيريا. هبعد عن الجزائر، هبعد عن المغرب وهبعد عن الجزائر. ممكن تونس، لكن انا افضل تكون يا نيجيريا يا السنغال. وفي مالي وفي كوت ديفوار. لا تفضل يعني تكون مين؟ طبعا لو ماري يكون افضل، لكن لو من ضمن الاربعه الخمسه اللي غششتوني غلط، انا قلت الخمسه الاوائل. صح يا جماعه، مظبوط. ما تقعدوش الله يخليكم تفتوا. مظبوط. لا انا ممكن اقابل نيجيريا. اختيار شوقي غريب كمدرب المنتخب الاولمبي كان صدمه ليا، ولو انا كنت مقرب من هنا بريده احمد مجاد كنت زماني دلوقتي مدرب المنتخب الاولمبي. انا علاقتي كلها بالناس كويسه، لكن كانت مفاجاه بالنسبه لي. كانت مفاجاه. المنتخب الوطني هيحقق المركز ده في بطوله الامم الافريقيه القادمه. منتخبنا ان شاء الله بعيد عن التمنيات. المركز الثالث. المركز الثالث. طب ده حلو قوي، يا ريت يحصل ان شاء الله. اعزمك ساعتها. يا ماشي تمام. كابتن هاني نورتنا وشرفتنا حبيبي، كنت مبسوط معاك يا كابتن حبيبي. وان شاء الله بالتوفيق والنجاح دايما يا كابتن. بشكرك شكرا جزيلا. بشكركم اعزائي المشاهدين اعزائي المستمعين، بعد قليل هكون معاكم ان شاء الله في الاستوديو التحليلي الاسماعيلي والنادي الاهلي اذا ربنا ادانا الصحه والعمر. شكرا لكم.